سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. واخيرا غادي نصور. عرفت شحال هذه ما صورت، يمكن تكون اكثر من شهر من الفيديو ديال الاسباني والفيديوهات كاع اللي فاتوا. دونك دابا قررت هذا النهار باش ندير ميك اب لوك اللي هو خفيف اللي كنديرو انا كل نهار، ومن هنيت نوريكم لي برودوي فافوري ديالي الميك اب نو ميك اب لوك اللي كنديرو. فوق ما كنبغي كوميم ندير شويه الميك اب، ولكن ما عنديش الوقت بزاف اولا ما باغاش نكثر، وجست بحال هكا الايام القرايه الايام ستاج وصافي. دونك سورتو هاد لي برودوي هادو اللي عندي دابا كنشوفهم قدامي طلعوا لي فراسي الصراحه. دونك هما كيعجبوني علاش عليا، ولكن واش نتوما كيجي واحد الوقت الميك اب اللي عندكم كتبغيو تبدلوه؟ دونك انا قلت غادي نبدا نبدل فيه شويه بشويه ونزيد نكبر لا كوليكسيون ديالي. دونك قلت اجي ندير هاد الميك اب توتوريال صغير قبل ما نبدلهم ونهضر عليهم اخر مره معاكم، او ميم طون نهضر معاكم شفتو كيما قلت لكم شحال هذه ما صورت. دونك توحشت هكا نجلس غير قدام الكاميرا ونهضر. دونك ما غنتعطلش عليكم. اول حاجه درت هي جمعت شعري باش ما يبرزطنيش، واول حاجه غادي ندير هو البرايمر ديال كاتريز برايم اند فاين. دونك هذا تقريبا دابا عام وانا كنجرب فيه، فريمون عجبني بزاف، ديما كنرجع ليه. لحقاش اللي كيعجبني فيه سكو كيعمر لي بور، وانا عندي بزاف هنايا محلولين وباينين. دونك هو كيعمرهم، زائد كيدغاطي قبل الفون دو تان. دونك غادي نديرو ناخد المرايه ديالي او كنديرو هنا في البلايص سورتو فين عندي لي بور، وعاد في المناطق الاخرى كيعجبني نزيدو حتى في هنايا فين كاين داك الفاين لاينز ديال الضحك، هنا اكسبريشن لاينز. الا شفت لتحت على فكره عندي غير المرايه لتحت كنشوف فيها. لا دونك صافي ما كيخليش شي احساس ملصق اولا ثقيل على الوجه، بالعكس كيدغاطي كيبلوري شي شويه هاد كما قلت لكم لي بور، والثمن ديالو رخيص. من بعد عندكم الاختيار سواء ديروا فون دو تان سواء شي بيبي كريم. دونك انا المفضل ديالي في البيبي كريم هو هذا ديال نيفيا، و ماي فيفورت فونديشن مؤخرا هو هذا ديال ويت ان وايلد. دونك انا شنو كندير، كنختار هذا ديال ويت ان وايلد بيسكو عندي ديطاج، عندي حبيبات مره كينوضو بحال هاد الاخت اللي كاينه هنايا. دونك تنبغي شويه تكون لا كوفرونس عاليه، كناخذ الفونديشن ديال ويت ان وايلد. ولكن كما قلت لكم هذا زعما ميك اب نو ميك اب لوك، دونك ما غاديش يخصني نكثر لحقاش ما عندناش الوقت اولا ما بغيناش اولا المهم شنو ما كان. دونك تناخذو كنديرو في لي بارتي نيت اللي عندي فيهم دي تراس باينين او الحبوبات باينين. دونك مثلا هذه هنايا، هذه هنا، كناخذ البراش ديالي وكان استومبي. وداكشي اللي بقى في البراش كندوزو على وجهي كامل، دونك ما تيكونش اصلا باقي بزاف، مي غير باش نونيفيو وجهنا. بيان سور ما غاديش يكون شي كافرج اللي هو توتال، ولكن يعني انا هكا كنبغي، ماشي مشكل يبانو دي تراس او لا يبانو هكا، يعني يبان كره وجهك باقي يعني باين ماشي كاع مغطي. كما قلت لكم هذا ميك اب نو ميك اب لوك. وكونسيرنو هذا الفونديشن هذا فكنت ديجا هضرت عليه في واحد لا فيديو، ما كتشوفوا الفينيش ديالو هي ناشفه مات، ماشي يعني دوي او لا مزيت. دونك بالنسبه للناس بحالي اللي عندهم لابو مزيته كنظن انه غادي يعجبكم بزاف. دابا كناخذ البودغ ديالي، وعندي هذه ديال ميبيلين قلت لكم زمان وزمان وهي عندي. دونك تناخذ منها شويه، واخا كيما قلت لكم هذاك ناشف مي باش نزيد نونيفي بويسكو ما درتش الفون دو تان في وجهي كامل. دونك كناخذو وكندوز بحال هكا لا بودغ ديالي على وجهي كامل على العنق. وصافي دابا لاباس ديالنا ديال الفونديشن وجدات. موراها شنو كندير، كناخذ كندير برونزر. دونك مؤخرا وليت سو اوبسيست بالبرونزين ويبان هكا الوجه، المهم عرفتوا داك اللوك ديال برونز. المهم دونك دابا غادي ندير البرونزر ديالي، والبرودوي المفضل كما شفتوه في بزاف ديال الفيديوهات عندي هذا ديال كيكو ميلانو وجور لو جور. دونك هذا فيه ثلاثه ديال الحاجات، فيه برونزر وهو اكثر واحد انا مخدمه في هنايا، جوج ديال لي هايلايتر، هايلايتر اللي هو يعني كما كتشوفوا
حركته هو غوز، ما عرفتش واش غيبان لكم. وكاين واحد اللي هو شيمري وشامبيني كولر، هذا دونك كنت كنديرو بزاف، مي هذا النهار غادي ندير هذا لحقاش هذا كيعطي ا فيري ناتشورال جلوي لوك، وهو اللي كيعجبني فيه. دونك اول حاجه بعدا غندير هي البرونزر، وقبل منه عندي هاد لقيتو في لاطخوس ديالي ديال الميك اب، قلت علاش لا ما نديروش هذا النهار، واخا قلت لكم هذا غيكون ا ناتشورال لوك. مي مهم دونك انا كنابليكي الميك اب، قلبت في جوجل قلت نقلب هكا على اسئله اللي نقدر نطرحها على راسي ونجاوبها ونهضر معاكم كما قلت لكم. دونك من بينهم لقيت زعما كاين الديبيت، بزاف الناس اللي كيقول لك زعما كنت كنهضر وقطع عليا التليفون باسكو ما بقاش لي سباس، دونك عاد دابا عاوتاني حيت شي حاجه باش يكون لي سباس. كاينين كما قلت لكم بزاف اللي كيقولوا واش انت تيم كوفي ولا تيم تي، انا الصراحه تيم كوفي 100% تيم تي، بغيت نقول 100% يعني نفضل ناخذ اتاي على ناخذ القهوه، ما عزيزاش عليا كاع القهوه بزاف. وصراحه ما عمرني زعما جربت هكا، ماشي جربت هذاك الشيء باش بيان سور ما كتعجبنيش، مي ماشي من داك الناس اللي كيقول لك او اي نيد ماي كوفي هذا النهار باش نصحصح باش نو لايك ما كتعجبنيش، ما اصلا ما عزيزش عليا الحليب، وقليل قليل في بعض المرات كنديرها هي مع الحليب الا تشهيت تشهيت هكايا وقلت او تشهيت قهوه مع حليب تما اللي نقدر ناخذها، ولكن 100% ماشي من دوك الناس اللي عزيز عليهم القهوه و اي دونت نيد كافي افري داي باش نفيق ونصحصح. وقولي لي نتوما في لي كومونتير واش اتاي ولا القهوه. كيكون غادي ناخذ دابا البرونزر اللي عندي هنايا في هذه ديال كيكو، وهو اللي غادي ندير باش نثبت هذاك الستيك، هذاك الكونتورين ستيك حيت هو كريمي دونك غادي نثبت بهذا، وان ميم طون غادي يزيد يبان البرونزر. دونك فوالا كنديرو بحال هكا البلاش ديال جوردانا دارك ريد، دونك تناخد منها بحال هكا. فوق ما كندير بحال هكا نو ميك اب ميك اب لوك، شي حاجه اللي هي ناتشورال، كنبغي تبان زعما راه عندنا بون مين، راه لي كولور كاينين في الحناك. دونك دابا بالزربه غادي ندير الاي براوز ديالي بهذا ديال ويت ان وايلد، هذا القلم اللي زوين ولكن هذا الشيء انا ما كنديروش كل نهار، وشوفوا كيفاش وصل صراحه. انا البروز ديالي زعما ما كندير لهم ماشي كل نهار كنعمرهم كما قلت لكم، دونك ملي كنبغي نعمرهم كناخذ هذا ديال ويت ان وايلد، مي كما كتشوفوا دغيا دغيا هبط، وهذا الشيء ما خدمتوش بزاف، نقدر نحسب لكم الطوطال ديال المرات اللي خدمته ما كانوش حيت 15 مره يعني، ويعني شوفوا كيفاش هبط، هو دغيا كيسالي حيت كريم وزوين. شنو بقى لينا شنو بقى لينا دابا دونك اي لاينر جو بونس، حتى هو ما كنديروش كل نهار، عندي هذا خديته من مينيسو حيت كنت جربت واحد ديالهم شحال هادي وصدق واعر عفسو ما كيتحيدش كيلصق تقولي ماركور هو، لكن خديت هذا الثاني اللي هو رقيق عليه عجبني، ولكن هذا ماشي بحال الاخر، الا لقيت الاخر دابا نحط لكم لا فوتو ديالو هنايا، مي فاش كنت بغيت ناخذو عاوتاني ما لقيتوش بغيت نجرب هذا، ما عجبنيش بزاف بحال الاخر، ولكن حتى هو صافا ما غندير حتى شي حاجه حتى شي وينك حتى شي زعما حاجه اكزاجيري. لينا حاجه وحده اللي هي الليبستيك وماي فيفوريت ماي فيفوريت هما لابيلو بلاك بيري شاين وهاد سيلك مات ليبستيك من عند فلورمار، دونك هادو هما مات ولكن الفينيش ديالهم كيجي سيلكي، راه كنت هضرت عليهم في اخر فيديو حطيتها، دونك كيعجبوني بجوج، مي هذا مات وهذا جلوسي، دونك تنبغي نخلطهم بجوج باش كيعطيني داك الافري داي لوك. ناخذ هاد سيلك مات و كندير منه غير شويه بحال هكا جوست ابخي قبل ما ينشف كناخذ لابيلو، لاست ستيب هي الهايلايتر، وغادي ناخذ هذا البينك هايلايتر اللي كاين في هذه ديال كيكو صافي وساليت
وهذا هو الفاينل ميك اب لوك. دونك شي حاجه اللي فريمون سهله مهله خفيفه ديروها في 10 دقائق. انا الا بغيت ندير ميك اب هادشي اللي كندير في الصباح وانا كنفيق عادي مع الطلا، وواخا كيبقى ليا الوقت فين نديرها ما كتاخذليش بزاف الوقت دابا غير حيتاش هضرت معاكم وهذا. دونك داكشي باش طولت فيها وطولت حتى في لا فيديو. التليفون دابا غادي تسالي عليه الميموار عصبني من الصباح وانا كنمسح ونعاود نرجع نصور. المهم صافي، دونك كان هذا هو الميك اب ديال هاد النهار. سمحوا لي بزاف غبرت عليكم عاوتاني، والله الا ما كرهتش كون دابا نكمل. لقيت هكذا كيسيون عند واحد اخرين اللي بغيت هكا نهضر معاكم نسولكم، ما نعرف شي حاجه عشوائيه راندوم ولكن غير نصور، ولكن التليفون كما قلت لكم دابا غادي يطفى. دونك صافي زدت غير هاد لي بوكل هادو حيت الباندا طلقت شعري حتى انا عجبوني، جاو هكا زوينين مع الجاكيطه ديال الجين. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديال هذا النهار، الا عجبتكم بحال ديما ما تنساوش تخليو ليا دي لايك تابوناو واشتركوا. مرحبا بكم ونشوفكم في الفيديو الماجيه. سلام.